يلغى الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية 126 نقطة خلال شهر مايو الماضي مقابل 123 نقطة فقط خلال شهر أبريل بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال بيانات أولية أصدرها اليوم أن صناعة الملابس الجاهزة سجلت 126 نقطة مقارنة بشهر أبريل حيث بلغت 96 نقطة و16 نقطة بارتفاع قدره 30.4%. فيما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة إلى 25%، كما ارتفعت المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمقدار 19.8%، بينما انخفض التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 3.8%.